فطور عصير بردقان قهوة، فطور عصير بردقان قهوة. من الأول القهوة وبعدين عصير البردقان، ما بصير تبرد القهوة والعصير لازم يكون بارد. يي تأخرت تأخرت. أنا شو عم بعمل هلأ؟ يلا في إيه بقى فتون؟ أنت استقلتي من وظيفة الخدامة. ألو نعم مراد، ضروري اليوم؟ بس والله مو رايقة. حتى لو مالك رايقة بس لازم تسمعيني، في عرض شغل جديد لإلك، لهيك لازم شوفك. شغل؟ عن جد؟ أنا كتير رايقة، رح ألبس وإجي دغري. يلا ما رح طول ساعة وبكون عندك. ماشي يلا بخاطرك. جان؟ جان؟ جان شو عم تساوي هون؟ يلا في قوم. رح تطلع روحي. شو عم تعمل هون؟ شو عم بعمل؟ قبل هالبيت وقبلك حياتي ما كان إلا طعم ولون فتون، ما عرفت لوين بدي روح. نمت على المقعد كل الليل؟ شو بدي أعمل؟ ما قدرت أمشي. طالما رح تنام قدام البيت ليش ما نمت بالسيارة؟ عم تسعل وعليك حرارة كمان، أنت مريض شو هالعملة هي؟ لك بعرف فتون وشايف إنه السيارة هون. نمت على هالمقعد كرمال حسب اللي حسيتي فيه. المهم خود هدول، فوت لجوا، في شوية أغراض بغرفتك، بدل تيابك بلكي بترتاح. بس لازم تاخد دوش سخن بالأول. جوا بالمطبخ في فيتامينات، خود منهم. ماشي وبعدين بتمشي. لو سمحتي فتون، حط المفتاح تحت الشقفة اللي عند الباب ولا تنسى تقفله. ما عم برد بنوب، ما عم برد. لك اتركي الولد بحاله مديحة. ليش شو عم بعمل له عمي؟ المفروض يجي لعنا، حكوا عنه كل التلفزيونات. لا قدراني شوفه ولا قدراني اسمع صوته من يوم المحكمة. مديحة اهدي، الولد بيكون قاعد بشي قرني عم بريح راسه. ايه ايه بس يجي لعنا رح كسر له راسه، بركي بيرتاح على الآخر. اخ وينك يا ابني؟ عمي معقول يكون جان مكتئب؟ شو؟ عم قول لحالي بركي جان داخل بحالة اكتئاب ولهيك ما عم بيرد على التليفون. أكيد هاي القزمة عملت له عمل وساحرته للصبي. خلصنا بقى مديحة، زودتيها كتير. اهدي بقى بنتي اهدي. عملتها أكيد سحرته، أنا من أول يوم شفتها عرفت إنه بيطلع منها هيك قصص. بكرة بتشوف إنه حكي صح. عمي يي بس ما تكون عاملة سحر لعمي. يا قلبي. ناجية خليهم يحضروا لي السيارة، رايحة فك سحر بسرعة. مرحبا مراد. أهلا وسهلا. أهلا فيك. تفضلي ارتاحي. كيفك؟ منيحة ماشي الحال.
ليلي شو صار معك امبارح؟ انسى اللي صار، شو بدنا بهالسيرة هلا؟ ايه شو عرض الشغل وشو هو ومن وين طلع هلا؟ اللي مراد انا صرت مشهورة لدرجة انه بلشت تجيني عروض. بدياكي تكتبي مضمون الحملة الدعائية لهي الشركة. هالشركة شركة شو؟ شركة مختصة بأنظمة الإضاءة والصوت والحفلات والمهرجانات الضخمة، بيتكفلوا فيها بالإضاءة وأنظمة الصوت، بدهم شي جديد وملفت أكتر. مجموعة شركات سويكن معقول؟ شو الفكرة؟ هي مانا وحدة من مجموعة شركاتك؟ بلى. بصراحة لما قلت لي في عرض شغل فكرت بشركة تانية. شو المشكلة؟ هذا شغل وأنا عم بعرض عليكي تشتغلي. مراد بتشكرك من كل قلبي، بس ما أنك مضطر تدبر لي شغل وتقدم لي عروض كل شوي. ايه بس أنا بعرف شو رح تقول، إنه بدك مصلحتي مزبوط، بس شكراً إلك فيني دبر أموري لحالي مثل ما كنت أعمل على طول. ما رح دايك، خلص مثل ما بدك، بس أنت بتعرفي لما بتحتاجيني رح كون موجود. بعرف، وهلا بالإذن منك فتون. هداك اليوم لما جبتي الوراق على البيت رفيف كانت عندي. يعني ما بدي اخطر لك شي ما له حقيقي، رفيف كانت تعبانة واضطريت خليها عندي يومها. ما تبرر لي أي شي مراد، لأنه رفيف معنا ببالي وما بتهمني ابنه. يلا بشوفك فتون. أنا وياكي قلنا زمان ما طلعنا تغدينا مع بعض، وأنا اشتقت كتير للقعدة معك. أنا لازم أرجع على البيت مراد، حتى أني تأخرت كتير. هلأ بعتذر منك، لازم روح. الله معك. عم تسعل وعليك حرارة كمان، انت مريض شو هالعملة هاي؟ فيك تأسرع شوي، انا مستعجلة لو سمحت. اختي ما فيني استعجل اكتر من هيك بهالزحمة. اف انا كيف تركته لحاله؟ كيف لما كنت مرضانة ما تركني ابدا. عفوا اختي. ولا شي، انت تطلع قدامك. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.